وصلت من جديد عند المنتخب الأمريكي. كرة تعود، هنا ممكن تشكل خطورة على مرمى العنابي، مرور بشكل سريع وعرضية، لكن برافو حارس المرمى مهند نعيم من اللاعب غوبلي أريبي. هنا نشوف الكرة الماضية، المرور والتسديدة، لكنها بالأخير مرت سليمة. لا تزال المحاولة لمصلحة المنتخب الأمريكي. في الطرف الأيسر هنا مرور وعرضية للقائم الثاني، ممكن تشكل أيضا خطورة وأيضا خروج من حارس المرمى. لا تزال الكرة حائرة، وهنا تسديدة والهدف الثاني. الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الأمريكي، لمسة كانت من غوبلي أريبي مع الدقيقة 40، يسجل الهدف رقم 2 لمصلحة المنتخب الأمريكي مع الدقيقة رقم 40. إذا 2 مقابل لا شيء. التقيا كما قلنا في بطولة تورون الدولية، وفاز المنتخب الأمريكي 1-0. الآن هنا الهدف الثاني، لمسة كانت رائعة الحقيقة من هذا اللاعب غوبلي أريبي بعد خطأ كان في إبعاد الكرة من دفاعات المنتخب العنابي. يأتي ثاني الأهداف عن طريق هذا اللاعب غوبلي أريبي.